تصعيد شرقي المتوسط بات مفتوحا على كل الاحتمالات، لكن الاحتمال المفضل للاتحاد الأوروبي هو الحوار، لكنه احتمال مشروط بامتناع تركيا عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤجج التوتر في المنطقة. وأبقى الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا أمام إجراءات أخرى في حال تعنت أنقرة وعدم تحقيق نتائج عن طريق الحوار، وأبرزها عصا العقوبات ضد تركيا، موقف أكد عليه وزير الخارجية الفرنسي. إن موقف تركيا الذي ينتهك المجال البحري لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي غير مقبول تماما، وترك أمننا في البحر الأبيض المتوسط في أيدي أطراف أخرى سيكون خطأ فادحا. الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار، ولكنه مع ذلك مصمم على إظهار حزم أكبر إذا لزم الأمر، بما في ذلك فرض العقوبات. ورغم أن ألمانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا لعبت دورا شبهه البعض بدور الوسيط في حلحلة الأزمة في الآونة الأخيرة، فإن موقفها اليوم لا يختلف عن الفرنسي. وزير خارجيتها شدد على أهمية الحوار، لكنه أكد التزام بلاده بالدفاع عن اليونان في وجه الانتهاكات التركية. قلنا بوضوح إننا لا نقبل سياسة زعزعة الاستقرار في ليبيا وفي شرقي المتوسط التي تنتهجها تركيا. موقفنا الأوروبي متماسك فيما يخص هذا الملف. سنحمي سيادة الأعضاء في الاتحاد وندعم مبادرة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للحوار، لأن الحوار وحده قادر على حل مشاكلنا. رغم تلويح الاتحاد الأوروبي بعصا العقوبات، فإنه لا يمانع في منح بعض الجزر لتركيا إذا انخرطت في حوار جدي لوقف التصعيد. وحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، فإن الاتحاد قد يدفع في اتجاه إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. الكرة باتت اليوم في ملعب تركيا في ظل حسم الاتحاد الأوروبي بشأن الدفاع عن حقوق أعضائه في وجه أي أطماع.